الرحمن الرحيم. هي العالمة غير المعلمة، صاحبة البصيرة النافذة بفعل روح العبودية وحسن التقوى. اقترن إيمانها بالصبر فاتصفت بجبل الصبر لتصير بذلك رمز الحق المحمدي العلوي الحسيني الذي يفتح للقائم درب التحقيق النهائي للوعد الإلهي. السيدة زينب عليها السلام والصورة الحقيقية للمرأة المسلمة مع الباحثة الدكتورة رقية اليوسف. أهلا وسهلا بكم دكتورة رقية، عظم الله لنا الأجر. عظم الله أجركم إن شاء الله بهذه الذكرى الأليمة، طبعا ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها. سلام الله عليها. دكتورة رقية، برأيكم هذه الفضائل التي كانت تمتلكها السيدة زينب عليها السلام، إلى أي مدى استفادت من فعل الوراثة والتربية لصقل هذه الشخصية لتصبح اليوم رمز للثورة، للجهاد الثوري، ولتصبح السيدة زينب المنتمية إلى ذلك الكوثر المحمدي؟ طبعاً السيدة زينب عليها السلام يعني هي وليدة بيت الوحي سلام الله عليه. نحن ديدنا كعقلاء عندما يكون هناك مثلاً مدرس أو أستاذ، فننظر إلى شخصية الأولاد أو الأحفاد أنه بدأ يكونوا على المستوى من الرقي والعلم أكثر من الأناس العاديين أو اللي ما عندهم هاي العلم والمعرفة المتينة، فكيف بابنة أو حفيدة معلم البشرية؟ يعني السيدة زينب سلام الله عليها كوراثة يعني ورثت من علوم جدها، من علوم أبيها، من علوم أمها السيدة الزهراء، فبلا ريب ستحقق المصداق الأتم للمعرفة. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، أن السيدة زينب سلام الله عليها وليدة بيت نبوة، يعني مو فقط علم إلهي، أيضا نبوة، يعني تمتلك من الإيمان ما يرفعها درجات ودرجات حتى تعتبر هي ابنة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فتمتلك من الإيمان ما يوصلها لمرتبة من السيادة أكيد لا توجد عند كل النساء. لذلك إذا أردنا أن نصنفها كشخصية فنرى أن السيدة زينب سلام الله عليها هي شخصية استثنائية بلا ريب. أشار الإمام زين العابدين عليه السلام، عذرا دكتورة، بإشارة لطيفة جدا. نعم. العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة. نعم. ولكن يعني وكأنه يشير إلى أن هذا العلم ليس علما اكتسابيا بل هو نعم. ظاهرة وحيانية. يعني هلا بالوراثة بلا ريب النباهة، الذكاء، بعض الخصال التي تدخل في التكوين وقوام الإنسان بلا ريب تؤثر. فممكن عالمة غير معلمة من باب أنها امتلكت هذه الأمور من خلال الوراثة، تمام، ومن خلال التربية أيضا فينا نقول هي أيضا جزء لا يتجزأ من تكوين الإنسان أو تقويم الإنسان. فشخصية استثنائية فتمتلك عدة كفاءات، يعني منها المعرفة، العلم والمعرفة، منها أنها لديها رصيد خبرة. الخبرة طبعا هي مخزون يمتلكه الإنسان من خلال ما يخوضه من تجارب حياتية سواء من الغير أو من نفسه. السيدة زينب عاشت معاصرة للجد، معاصرة للرسول طبعا، معاصرة للأب، معاصرة للإمام علي، معاصرة للإمام الحسن، معاصرة للإمام، يعني هذا المجموع تمام بما فيه من تجارب، وتجارب تعتبر استثنائية مو مثل تجارب الناس العاديين، يعطيها أيضا هذه الكفاءة والخبرة والمكانة التي لا يمكن أن يترقى إليها أي إنسان عادي. يعني نساء كثيرات منذ عشرات السنين يطالبن بحقوقهن وبالمساواة مع الرجل. نعم. وكأن المرأة دائما حقوقها منتقصة. نعم. فكيف رسمت السيدة زينب عليها السلام للمرأة صورة ترفع من شأنها، تجعلها تسير بالتوازي مع الرجل، لها طبعا صورتها وموقفها وحياتها؟ نعم. طبعا لم تساوي بين المرأة والرجل السيدة زينب في حركتها، وإنما أتت لتقول بأنك أنت أيتها المرأة يمكنك أن تتقدمي أحيانا على الرجل في بعض المواقف. نعم. هلا لابد أن نؤسس أساس أن المرأة لا تساوي الرجل، لكن لا يعني ذلك أن هناك أفضلية للرجل على المرأة وكأن المرأة كائن أقل أو أقل قيمة من الرجل. لا، دائما القيمة متساوية بين المرأة والرجل لأنهما خلقا من
أبدا. أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية بما فضل الله بعضهم على بعض. فهناك تفضيل، هناك تفضيل للمرأة من ناحية وتفضيل للرجل من الناحية. فلا مساواة. السيدة زينب عليها السلام هي حققت المصداق الأتم للمرأة المؤمنة المسلمة الواعية العالمة، المرأة المجاهدة بامتياز. هذا الأمر طبعا كما يقال لكل مقام مقال. لو السيدة زينب عليها السلام ما كانت في هذا المقام يمكن لم تلعب هذه الأدوار. بعلم النفس يقال هناك صراع الأدوار، فالسيدة زينب بكربلاء اتخذت دور الامرأة المجاهدة، الامرأة الإعلامية، الامرأة حتى مسيرتها الجهادية إذا يعني أردنا أن نستقرأ تفاصيل منذ رحلة، من أول رحلة أو خروج الإمام حسين معهن إلى كربلاء، أنه كانت السيدة زينب عليه السلام هي الامرأة العابدة، هي الامرأة طبعا يعني الواثقة بنفسها، الامرأة التي تهيئ جميع من كان معها من النساء والأطفال للمحنة التي سيكونون بها. في كربلاء اتخذت موقف آخر اللي هو موقف الدعم والثبات إلى قرب الإمام الحسين، حتى قدمت فلذتي كبدها فداء لأخيها الحسين ولم تدمع لها عين. يعني هذا موقف، وحتى لو دمعت هو شعور هذا موقف إنساني ثبات. طبيعي. لا موقف فعالي نعم. طبيعي، لكن موقف ثبات. هي متى انهارت؟ يعني وأنا أقول هي بالصلابة التي لم تنهار إلى درجة يعني الانهيار عندما فقدت الجميع. تمام. يعني لم يبقى لا ناصر ولا معين. هنا وقفت موقف أيضا الصلابة أمام أهل الكوفة. يعني فلا عندما خاطبت أهل الكوفة قالت لهم أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إن مثلكم مثل التي، يعني بحوارها وخطابها كان حوارا ثوريا، كان حوار يقيم الحجة على أهل الكوفة. وصفها عبيد الله بن زياد والله إنها شجاعة كوالدها. نعم نعم. بقصر يزيد أيضا معلومة الخطبة التي خطبت بها، لكن المنح العاطفي كان في عندما وصلت إلى مكة، هنا بدأت الأحزان. فلاحظي درجة الوعي عند السيدة زينب التي أعطت لكل مكان تمام خطابه المناسب. أيوة واللائق. خطابه المناسب واللائق. طيب هل من السهل أن تعيش المرأة هذا التأرجح بين العقل والعاطفة؟ هو ليس تأرجح، كما قلنا لكل مقام مقال، هو صراع أدوار. يعني بعلم النفس يقال صراع الأدوار. يعني أنا دوري كأم تمام يغير دوري مثلا كإدارة أو مدير. هنا لدي حزم، هنا لدي صلابة، هنا لدي قرار، لكن في المنزل أنا أم. ليس أي امرأة قادرة على لعب هذا الدور. أي نعم. تحتاج هناك إلى الكثير من الاتزان والتكامل. أيوة. والتماسك. نعم نعم. مو بس يحتاج إلى يعني إرادة قوية، إرادة داخلية تستطيع أن تسيطر وتستحكم على انفعالات الإنسان، على كلام الإنسان، على أرضية سلوكيات إيمانية. الإنسان تحتاج إلى أرضية. نعم. إيمانية. نعم. تنتج هذه. نعم. بلا. على مر العصور كان هناك معايير للجمال تتبعها النساء في كل فترة. نعم. يعني السيدة زينب عليه السلام حاولت من خلال وجودها في كربلاء أن تثبت معايير جمالية خاصة على النساء أن تتمثلها. برأيكم هل اليوم المرأة المسلمة تمتلك مفاتيح هذه المعايير أم أضاعتها؟ هلا للأسف نتكلم بصراحة. أي للأسف كواقع نعيشه كثير من النساء أضاعت هذه المفاتيح. إلا ما رحم ربي. يعني من يمتلك هذا المخزون العلمي والإيماني الذي يؤهله لامتلاك هذه المفاتيح، نعم امتلكتها. يعني ترى بزيها الزينبي هو قمة الجمال. ترى بعفتها، بحيائها، بصلابتها، بقدرتها على مواكبة الحياة والمستجدات تمام، لكن بطريق إلهي. ترى هنا عنصر الجمال. يعني لا ترى الجمال بالمرأة المتبرجة، لا ترى الجمال بالمرأة التي تذهب إلى خلينا نقول سلعة غربية أصبحت المرأة، يعني تنتمي إلى الغرب أكثر ما تنتمي إلى الإسلام إذا بدنا نحكي الواقع تمام. فللأسف كثير من النساء فقدت هذه الجمال المفاتيح بفقدها لأمرين ألا وهما العلم والإيمان. لذلك نرى بأنه أعداد كبيرة من النساء اليوم تصرف مبالغ هائلة في سبيل هذا التجميل الخارجي. تمام. ويصبنا بإحباطات عدة. هي. نتيجة فقدهن لهذا الجمال مع مرور الزمن. نعم. يعني السيدة زينب عليه السلام أعطتنا وصفة تزيد من قيمة وجمال المرأة
يعني كلما زاد مستوى النضج عندها ومستوى العلم والحكمة. يعني أنا أقول بتعبير فلسفي، السيدة زينب نظرت إلى جمال الجوهر، أما نحن كنساء يعني خليني أقول قاصرات تمام أو مقصرات، نظرنا إلى جمال العرض اللي هي القشور التي تعتني بها النساء. نعم، يعني كما أذكر وأكرر أنه هذا السبب لفقد هذين الأمرين ألا وهما العلم والإيمان، هن مقوم كل إنسان وهما الغاية من خلق الإنسان تمام، أن يتقوم أو يصل إلى هذين الأمرين. ففقدت النساء هاتين الأمرين، التفتت إلى القشور، التفتت إلى الأشياء التي تعتبر ثانوية وكمالية بالنسبة إلى الإنسان وليست من أساسيات الإنسان، فأضاعت شخصيتها وأضاعت الجوهر الذي خلقت به هذه المرأة. عندما وقفت السيدة زينب عليه السلام بوجه عبيد الله بن زياد لعنه الله وعرض عليها تلك الكلمات القاسية، كيف نعم. رأيت صنع الله بأخيك، كان يريد أن ينسب هذا الفعل إلى الله، فواجهته بتلك الكلمات ما رأيت إلا جميلة. نعم. السؤال، هل كانت السيدة زينب عليه السلام تعي بأن كلمات عبيد الله بن زياد تندرج تحت ما يسمى بالحرب النفسية، فأرادت أن تتظاهر بالقوة، أم أنها بالفعل لم تكن ترى سوى الجميل في هذا المشهد؟ لا، بالواقع وبالحقيقة وبنفس الأمر السيدة زينب لم ترى إلا جميلة. الإنسان المؤمن ينظر إلى كل الابتلاءات، يعني هلأ أنا كإنسانة عادية أنظر من وراء الابتلاءات التي يبتليني الله بها، هناك فلسفة. يعني فلسفة جواب السيدة زينب عليها السلام أن إرادتها لا تتخلف عن إرادة الله، الله شاء وما دام الله شاء فهو جميل، فلا لا تتخلف عن المشيئة الإلهية أبدا أبدا. فكل الابتلاءات التي نصاب بها حتى هلا مثلا جائحة كورونا التي مرت وإلى الآن تمام، إذا نريد أن ندرس أعماق وفلسفة وما يعني ما وراء هذه الأزمة نجد أن هناك خير محض. أصلا بحسب دراستنا الشر أمر عدمي، لا يوجد شر صحيح. وإلا كل ما نراه من ابتلاءات التي هي بنظرنا القاصر شرور تمام هي خير محض بلا ريب. فالسيدة زينب عليها السلام بالفعل لم ترى إلا جميلة، حتى نحن الآن لم نرى بواقعة كربلاء ومقتل الإمام حسين إلا جميلة، وإلا يعني الرسالة التي جاء بها نبي الإسلام ما كانت وصلت إلى الآن لولا مقتل الإمام الحسين هذه القتل. يعني كم يحتاج المرء إلى نسبة من الجمال تنطوي عليها نفسه كي يصل إلى هذا المعنى من التلازم بين التوحيد والجمال؟ يحتاج إلى الكثير، يعني يحتاج إلى سير وسلوك ونفس سليمة معافاة. نعم نعم، قلب سليم بالبداية، ويحتاج إلى يقظة اللي هي أولى درجات العرفان، أولا إلى منبه ينبه الإنسان من غفلته، يستيقظ الإنسان وينطلق بمسيرته إلى الله. أولا يجب علينا أن نؤسس لثقافة الله في حياتنا اليومية، من هو الله، أين الله في قاموسنا. للأسف كثير من النساء من الناس يعني أضاعت هذا الأمر، أضاعت هذا المحور، أضاعت البوصلة، أننا نحن من مهدنا إلى لحدنا المفروض أن يكون توجهنا إلى الله. نعم، مجرد هذه الوجهة وهذا الاتجاه يرقى الإنسان مو فقط إيمانيا بل جماليا أيضا حتى يتصل بالجمال المطلق ألا وهو الله عز وجل. موضوع العفة، عندما نتحدث عن السيدة زينب عليه السلام فواحدة من أهم المفاهيم التي تحضر هي مفهوم العفة. نعم. كيف يمكن للمرأة أن تفهم العفة على طريقة السيدة زينب عليه السلام؟ بأن لا تعني العفة الانكفاء والانطواء والانزواء والإحجام عن ممارسة أي دور اجتماعي، لا بالعكس، أن تكون المرأة عفيفة يعني في مقابل خلينا نقول الابتذال. يعني مثلا أعطى القرآن الكريم ضوابط لأجل الوصول المرأة إلى هذا يعني إلى هذا المستوى تمام، مثلا ولا تخضعن بالقول، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هي ضابطة ميزان لكي تقف المرأة عند حد معين. هي الضابطة هي أنا بعد يعني باعتقادي أنها أحد ضوابط العفة، يعني لا يعني أن المرأة لا تتكلم، لا يعني أن المرأة لا تخرج من منزلها ولا تمارس لا تتعلم، لا
لا لا لا لا ابدا. اعطاها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. هاي ضابطه من الضوابط التي اذا التزمت بها المراه ادت الى العفه. يعني العفه امر واضح لا يعني ابدا عزله، يعني لا يعني ابدا انطواء، بل بالعكس المرأة يمكن أن تنطلق في كافة الميادين، تمام، لكن بالضوابط الإسلامية التي وضعها الإسلام تبقى محصنة، وهذا معنى أن تكون المرأة عفيفة. لنعد إلى حياة السيدة زينب عليها السلام. دكتورة رقية، لماذا هي بالتحديد وبالذات حملت أمانة أمها السيدة الزهراء عليها السلام التي استودعتها إياها قبل كربلاء، والتي قامت السيدة زينب بأدائها في يوم العاشر من المحرم؟ يعني بجواب مختصر، نحن ديدنا كعقلاء إذا أردنا أن نستأمن إنسان فنأتي إلى الإنسان أولاً الأمين، ثانياً الأقرب إلينا، تمام؟ فأقرب الناس إلى السيدة الزهراء عليها السلام هي ابنتها، يعني هي من لحمها ودمها بتعبيرنا العام، تمام، والتي تعتبر نسخة مصغرة عن أمها الزهراء عليها السلام. فبلا ريب أولا يجب أن تكون قد هذه الأمانة، يعني على مستوى لائق بهذه الأمانة. فلا يوجد أيضا نعتبره ما ندخله، لا يوجد إلا زينب عليها السلام قادرة على أن تعي هذه الأمانة أكثر من كل النساء الموجودات كانوا في كربلاء آنذاك. دكتورة رقية، يزيد أعلن بشكل واضح وصريح كفره وشركه بالله أمام الملأ، نعم، فأي مسؤولية كانت ملقاة على العقيلة زينب من أجل رد هذه الضربة التي أرادها يزيد ليس فقط للمقام المقدس والسامي لأهل البيت عليهم السلام، إنما كان ضربة للعقيدة الإسلامية؟ نعم، السيدة زينب باعتباري طبعا هي الرسول الثاني بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي حملت الرسالة، يعني كانت الرسالة كلها على عاتق السيدة زينب سلام الله عليها. يعني الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن مستمرة بزينب عليها السلام بعد الإمام الحسين. فكما كان ثقل الرسالة على النبي محمد كان كبيرا حتى أدى هذه المهمة خلال 23 سنة، خلال أيام السيدة زينب سلام الله عليها حملت هذه المهمة. فكانت يعني كمنهج اتبعته كانت لديها صلابة، إرادة، قوة، حتى استطاعت أن تنهض بهذه الرسالة وتوصلها إلى بر الأمان. إلى أي مدى كانت الظروف التي مرت بها السيدة زينب عليه السلام خلال تلك الفترة كانت صعبة؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت برفقته السيدة خديجة تحنو عليه، نعم، تمسح على قلبه وعلى وجهه، نعم، وكذلك أم أبيها السيدة الزهراء، نعم، وكان سنده وابن عمه الإمام علي عليه السلام. السيدة زينب كانت وحيدة. إذا يعني أحببنا أو أن نقيم أو نجري مقارنة بين المشهدين، نعم، ثقل الرسالة على النبي وثقل الرسالة على السيدة زينب، ما هي النتيجة والخلاصة؟ النتيجة والخلاصة كما كانت السيدة الزهراء عليها السلام هي أم أبيها، أنا أقول السيدة زينب عليها السلام هي أم جدها. يعني ما تحمله المرأة، تمام، بصلابة وقوة قد يعجز عنه كثير من الرجال. أنا لا أقول أن هناك عجز من الرسول، لا والعياذ بالله، لكن السيدة زينب عليها السلام هذا يبرهن ما أقوله أنا أنها امتداد لتلك الروح، نعم، المحمدية، نعم، وبشكل أقوى. كما قلت يعني امرأة وحيدة في ظروف قاسية جدا جدا استطاعت هذه المرأة، رغم أنها امرأة، رغم أنها عاطفية، رغم أنها كائن لطيف، رغم أنها ريحانة وليست قهرمانة، استطاعت أن توصل الرسالة إلى بر الأمان. هذا ما يشهد له يعني جميع الناس، لا أحد يستطيع إنكار هذا الأمر. طبعا كما قلنا بإيمانها القوي بالله عز وجل، بما زرعه بها أجدادها من هذا الإيمان، من هذا العلم، من هذه القوة، من هذا الصلابة، استطاعت أن توصل هذه الرسالة إلى، فاستحقت بذلك أن تكون سيدة حوريات أهل، نعم، الجنة، نعم، وسيدة نساء أهل الولاية وجبل الصبر وكل الألقاب أصلاً قاصرة على أن تدرك كنه
وحقيقة وماهية السيدة زينب سلام الله. عسى الله أن يهبنا ويهبكم السير على خطاها. دكتورة رقية اليوسف الباحثة الإسلامية والأستاذة الجامعية، الشكر الكبير لكم وعظم الله لكم الأجر. شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم وعظم الله. مشاهدينا الكرام، عظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة سيدة نساء أهل الولاية السيدة زينب عليها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.